مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، اعلنت انطلاقه شوطنا الشوط الثامن عشر الخاص ايضا للقعدان الصعوب مسافه ال 200 متر المقدمه والصداره. هنالك نيد وسالم بن حمد بن حفيظ الحفيظ النابت من يقدم لنا نيد، ولكن الحميدي بن راشد من يقاتل من اجل الفوز. هنالك شاهين وراشد بن محين الكواري من يقاتل من اجل الفوز ومن اجل التحدي ومن اجل الناموس. ثاني الاسماء وصل هنالك غازي والحميدي بن راشد المجارح وراعي غزوه، ولكن الله الله وصل هناك الله الفائز. وحمد بن صالح ال سعد من يقدم لنا الفائز بهذا التحدي، ولكن برجع الى المقدمه والى الصدور. الله الله هنالك ياهين وراشد بن بحين الكوار من يقدم لنا اسم كبير متحدي بهذا التحدي الكبير. الله الله المقدمة وصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، ولكن دخول مباشرة وصل غازي ليغزي التحدي. أوه يا غازي غازي غادم لا محالة، غازي غازي الحميدي بن راشد المجارح المري. أوه ولكن الله الله شاهين وراشد بن بحين الكواري من يقدم لنا شاهين بهذا التحدي الكبير. سلام شاهين سلام. ثاني الاسماء كان من نصيب غازي والحميدي بن راشد المجارح، وثالث الاسماء شعار فاران بن عتيق بن قريع مبشر. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعين الاعزاء في كل مكان، ساعة وصول شاهين لخط النهاية قطع مسافة ال 1200 دقيقة 45 98 جزء. تهانينا لمالكي شاهين راشد بن محين الكواري.